دار المرصد المغربي للمقاولات صغيرة جدا وصغرى متوسطة، تقرير ركز فيه على مجموعة من النقاط بينها يعني ارتفاع عدد المقاولات التي تم حلها سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021. هذا ارتفاع في حوالي 18%، وأهم مجموعة من القطاعات التجارة، البناء، مقاولات الإيواء إلى آخره. هذا حل المقاولات راجع لعدة أسباب، أهمها تبعات أزمة صحية التي أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وأثرت على طلب معبر عنه في السوق لهذه المنتجات، منتجات يعني المقاولات. هذا يعني العدد ديال حل المقاولات راجع كذلك إلى الأزمة التضخمية، كذلك الأزمة التضخمية التي عرفها العالم وكذلك عرفها المغرب والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر، وهذا التأثر يؤدي إلى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض يعني رقم معاملات هذه المقابلات. ولكن لا يجب أن نربط فقط هذا الحل بالأزمة الاقتصادية، ولكن يجب كذلك الوقوف على القدرة التدبيرية يعني قائمين على هذه المقاولات، لأن في بعض الأحيان يكون الحل راجع إلى عدم قدرة هذه المقاولين على الصمود على قراءة صحيحة لتطور مناخ الأعمال، تطور المحيط الاقتصادي للمقاولة، وعلى عدم قدرتهم على إيجاد حلول مبتكرة من أجل التأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد. ولهذا فأعتقد أن دور المراكز التجارية والاستثمار هو دور محوري من أجل مصاحبة هذه المقاولات ودعمها في الأزمات الاقتصادية من أجل جعلها أكثر التزاما لدور هذه المقاولات في خلق ثروة، خلق مناصب شغل ودعم الاستقرار الاقتصادي.